الخير، مساء الحب، مساء الجمال، مساء السلام. كيف حالكم؟ أكيد يعني حضرتوا اليوم وأنتم ضبطين أوراقكم وضبطين كل شيء، وإحنا يعني على مشارف نهاية السنة. والله في أشياء كثير بنسويها اليوم. راح نودع 2018، نتذكر الأشياء الحلوة اللي صارت لنا والأشياء المفيدة اللي صارت لنا والأشياء الجميلة اللي حققناها أو نحتاج إن نعدلها. اليوم برضو راح أتكلم عن الهدف الذهبي، وهذه هي فكرة كتابة الأهداف كلها. فكرة موضوع الأهداف هي تدور حول استخراج الهدف الذهبي والوصول للطريق المختصر للأهداف. برضو فاللي معكم الورقة جيبوا الورقة، لأن راح نكتب شوية، نتكلم عن أهداف شوية، وبرضو راح نعلن عن بعض أهدافنا. المفروض أنكم اليوم جهزتوا أنكم تقولون بعض أهدافكم. راح أقرأ بعض الأهداف، اللي يبغى يعلن عن أهدافه راح نقرأ الأهداف. راح أقول لكم بعض الأهداف اللي عندي، يعني يمكن أقول لكم هدفين أو ثلاث أهداف مثلا. أقول لكم وش بعد، وبنعلن عن الأهداف، بعدين باخذ أسئلة الأهداف، بجاوب على أسئلة الأهداف إذا عندكم أي أسئلة، وبعدين نودع 2018، وبعدين نقطع الكيكة، نقطع الكيكة وتفرج عليها لأنها مليانة سكر ومليانة جلوتين، فهي بس منظر يعني. طيب، أول شيء أبغى أبدأ فيه اللي حاضرين معانا، أبغى أبدأ. شكرا للقلوب، واللايك نسيت أشكركم من الحماس. أوكي، بهدي الحماس. لا وأنا اليوم لماعية، أنا ترى عشان الحفلة، وبرضه عشان أنا معزومة، يعني مو دائما أحب أصير لماعية، بس أنا معزومة اليوم على العشاء، فلما أخلص على طول بمشي على العشاء. أول شيء أبغى أقول شكرا، مليون شكرا، امتناني وتقديري لسيدة من السيدات اللي حتى ما علمتني اسمها ايش. اسمعوني، سيدة فاضلة بصراحة انها يعني تفوق الكثير باحسانها وفضلها. ما اعرف هي مين، ما اعرف هي مين. هي دفعت 20 مقعد للقفزة، وطلبت مننا انه احنا نعطيها الاشخاص اللي يستحقون. فاللي ابغى اسوي اقول لها من كل قلبي شكرا جزيلا. يمكن انت ما تحتاجين شكري، يمكن انت يعني عندك الطاقه الكافيه انك ما تحتاجين اي دعم او شكر او تقدير مني، لكن سلوكك لامسني، سلوكك حسسني انه ما في شيء يضيع طوال الوقت واحنا نتكلم، وانتي ما سويتي هذا الشيء لانك تعرفين ما ترسلوا يعودوا لك. وانا صراحة كثير عجبني تقديمها بهذه المقدمة لأهدافها، كثير انبسطت انه في ناس تفكر على هذا المستوى. واتمنى انكم ترسلون الشكر والتقدير والنوايا الطيبة لهذه المرأة الطيبة الصالحة المملوءة بالخير. اتمنى ان احنا يعني قاعدين نساعد ولو بالقليل، انه نمدد هذا الخير ونمدد هذا التطور في العالم العربي. طيب، وشكرا جزيلا لحبيبتي اللي ما اعرف اسمها، احبك. الشيء الثاني، الان نبغى نشتغل على الهدف الذهبي، نطلع الهدف الذهبي الان لكل شخص، او الاهداف الذهبيه اللي هي مجموعه اهداف. وهذا هو سر الناجحين اللي طوال الوقت انا قاعده اكرره. ما في سر في انك تكتب هدف، تقدر تكتب هدف يعني عادي. ما في سر في انك تصفصف 100 هدف عادي. وين السر؟ وين ترك الحركة كذا، اللفة في الموضوع؟ انه انت تطلع الهدف اللي يختصر لك الدنيا كلها. لذلك كانت فكرة انه انا كل سنة انادي بموضوع كتابة الاهداف واطلاق النوايا، عشان انت توصل لهذا الهدف اللي يقفز فيك. فاليوم احنا راح نسوي هذا. فاذا ما كنت كتبت هدفك، اتمنى انك يعني طوال الفتره اللي راح اشتغلت معانا، موجود الان على الانستغرام، على الستوري، رابط في الاسفل، مو في اللايف، في الستوري، رابط في الاسفل، راح يطلع لك الورقه،
واحنا سبق ان ارسلناها مجانا لجميع المشتركين عندنا في الايميل ليست، بس اذا ما كنت حصلت عليها فهي موجوده الان مجانا على الستوري للانستغرام. بكره راح تغلق القفزه اذا كان ما زال في اشخاص يرغبون بالتسجيل، يحسون انهم راح يستفيدون. الشيء اللي ما نقدر نسويه في اللايف، شيئين في الموجودات في القفزه ما قدرت تسويهم في اللايف، اللي هو الشيء الاول اللي هي ما هو هدفي. هدفك ما اقدر اساعدك في اللايف، يحتاج تامل، يحتاج اسئله اعمق، يحتاج تنبيش، موجود في القفزه. هذا ما سويناه في الانستغرام لايف. الشيء الثاني اللي ما سويناه في الانستغرام لايف اللي هو تامل اطلاق النيه، انه بعد ما نحدد احنا الهدف الذهبي نطلق هذه النيه ونرسل هذه النيه. ولكل امرئ ما نوى، ولكل امرئ ما نوى. ما نوى يعني نوى وخلص، ها، مو ينوي، نوى، مو ينوي، نوى. فبالتالي في ناس تحضر، فهذه هي الفكرة، انه انت تحضر، تسبق الاحداث بنية بعدين تنتقل للنية، تسبق بعدين تنتقل للنية. فاحنا الان كتبناها اهداف، اطلقناها كنوايا، وبعدها تجي مرحلة العمل، مرحلة العيش في اللحظة، مرحلة انك انت تدخل جوا البلورة ولا تنشغل بالمراقبة ولا تنشغل بالاشياء الثانوية. يعني اثناء السنة انت مو محتاج انك تنشغل بفكرة الاهداف، خلاص انت هنا والان طوال الوقت، بس انت خلاص ارسلتها، اطلقتها. وش بعد في اشياء اقولكم قبل ما ندخل الشرح؟ جلسة الطلاق وصلت لأعضاء نابا، وراح تنزل قريبا على سوية 369 لغير المشتركين، لكنها المشتركين نافا وصلتكم، شوفوها استمتعوا فيها، عليكم بالعافية. ايه في برضو فريق العمل قالوا لي انه كثير من الاشخاص يحاولون يسجلون في نافا ويصير عندهم مشكلة في الكرت مثلا ما يسحب لليمت معين، ففريق العمل يقدرون يساعدونكم في الوصول لأسهل الطرق للتسجيل. فإذا عندك أي مشكلة في التسجيل في نافا تواصل مع فريق العمل، عندك الإيميل موجود على البايو، تقدر تتواصل معاهم راح يردون عليك في أقل من 24 ساعة. لقاء الملياردير السعودي لأعضاء نافا راح ينزل في 1 يناير، استعدوا، اللقاء جدا ممتاز، تقريبا أكثر من اللقاء الأول، تقريبا ساعة، راح ينزل في 1 يناير مجانا ولا راح ينزل برا نافا. الآن راح نشرح الأهداف الذهبي. إيش نقصد بالهدف الذهبي؟ خلني أقولكم إيش المقصد، إيش أقصد لما أقول الهدف الذهبي أو الأهداف الذهبية. الهدف الذهبي هو الهدف اللي يوصلك بروحك، اللي يوصلك لأهدافك الثانية. يعني مثلاً خلنا نقول هو البوابة اللي يفتح لك البوابات الثانية، هو البوابة الكبيرة اللي يفتح لك البوابات الثانية. الهدف الذهبي هو الهدف الأقرب إلى شعورك، الأقرب إلى قلبك. الهدف الذهبي هو الهدف الأسرع في التحقق، هو الأقرب، هو أقرب واحد عندنا، فعشان كذا احنا نبدأ فيه. الهدف الذهبي هو الهدف اللي يستطيع أن ينقل طاقتك بأسرع وقت. فمثلا لو طلع عندي الهدف الذهبي الزواج، فأنا أعرف أنه الزواج راح ينقلني من طاقة هنا لطاقة هنا، فهذه القفزة الطاقية اللي راح تصير لي راح تفتح لي كثير أبواب. بس يمكن لو أنا سويت مشروع ما صارت لي هذه القفزة الطاقية، يمكن صارت لي نكسة، هذا على سبيل المثال، يمكن المشروع هو اللي يسوي لك قفزة طاقية، ما نعرف. فهذه هي فكرة الهدف الذهبي، انه احنا نعرف نبدأ بايش. وكثير من الاشخاص لما طلعوا اهدافهم اللي سمعوا القفزة اكتشفوا انه هم كانوا يبغون يشتغلون على الاهداف، بينما لما طلعوا الهدف الذهبي اكتشفوا انه الهدف الذهبي مش هو اللي كانوا يبغون يشتغلون عليه. والسبب انه اعتقاداتنا وافكارنا عبارة عن فلاتر تخلينا نتبع الهدف الغلط. أفكارنا ومعتقداتنا ومشاعرنا في كثير من الأحيان هي فلاتر تخلينا نتبع الهدف الغلط. لذلك الهدف الذهبي هو اللي يحررك من هذه الفلاتر، يخليك تشوف وين الهدف رقم واحد. خلنا نشوف الآن على الورقة عندكم، المفروض أنه أنتم كتبتوا الأهداف.
المفروض كتبت الأهداف الآن، خلونا نقول مثلا أهدافي إني أتزوج، هدفي عندي مشروع، هدفي وظيفة، هدفي سفر، هدفي أتملك بيت أو أبني بيت، هذه الأهداف. القيم، المفروض كتبت القيم وفق المصفوفة القيم الموجود في اليوتيوب. يمكن كتبت مثلا عندي قيمة الحب، عندي قيمة المال، عندي قيمة السلام، عندي قيمة الصحة، عندي قيمة الحرية. بعدين قلنا ليش؟ ليش عندي هذا الهدف؟ ليش مثلا عندي هدف مثلا المشروع؟ يمكن لأني أبغى أشعر بالأمان، فبالتالي الشعور إيجابي. طيب معناها إيجابي، يعني هل هو إيجابي أو سلبي؟ هل يعطيني شعور إيجابي أو سلبي؟ أو مثلا يمكن أقول أنا أبغى أتزوج لأنه أنا صراحة أبغى أهج من بيت أهلي، صراحة بيت أهلي مرة يبهدل، فبالتالي هذه ليش مشاعر سلبية؟ أبغى أهج، يعني أنا خايفة أو مثلا متضايقة أو ملانة، مليت من بيت أهلي، فبالتالي المشاعر الآن سلبية. أو ليش؟ هل هذا لأجلي ولا لأجل الآخرين؟ ليش أنا أبغى أسوي مشروع؟ والله عشان أولادي، عشان أولادي يعيشون كويس، عشان أولادي يدرسون في مدرسة كويسة، فبالتالي أنا أفكر في الآخرين. أو أفكر في نفسي، ليش؟ والله عشاني أنا. فبالتالي ليش تشمل مشاعر إيجابية أو سلبية وتشمل نفسي وللآخرين. بعدين أجي على قائمة الأسهل. الأسهل وش أسوي في الأسهل؟ راح أصف أهدافي. إيش أسهل شيء؟ أسهل هدف بالنسبة لي يمكن السفر، أوكي السفر رقم واحد. أسهل هدف بالنسبة لي يمكن مشروع رقم اثنين. فأرتبها على الأسهل فالأصعب، يعني الأسهل هو اللي فوق والأصعب هو اللي تحت. بعدين آخر قائمة عندي اللي هو الهدف الأقوى. الهدف الأقوى اللي هو ممكن أقوى أنه يفتح لي أبواب ثانية، أو أقوى أنه هو يوصلني لكل الأهداف الثانية، أو أقوى أنه عندك شعور قوي تجاه هذا الهدف، أو سبق أنك يمكن جربت هذا الهدف وخسرته، أو سبق أنك تعرف أشخاص موجودين في هذا الهدف فتعرف أن طاقة هذا الهدف قوية. أرتبها من الأقوى للأضعف. الآن عندك الخانات كلها معبأة، وعندك كل شيء متسلسل من الأسهل إلى الأصعب، من الأقوى إلى الأضعف. الأهداف مرتبة بشكل عشوائي، القيم مرتبة من القيمة الأعلى الحاكمة إلى القيم الأقل، وعندك ليش، عندك على كل هدف في جواب، هل هو إيجابي أو سلبي، هل هو لنفسي والآخرين. الآن كيف نطلع الهدف الذهبي؟ أول شيء نرتب قيمنا ونعطي القيمة رقم واحد أعلى رقم. بمعنى لو كانت قيمك خمسة راح تعطي القيمة العليا 5 نقاط، القيمة رقم 2 4 نقاط، القيمة رقم 3 3 نقاط، القيمة رقم 4 نقطتين، القيمة رقم 5 نقطة. هذا من ناحية القيم. ليش؟ إذا كان الهدف إيجابي أعطيه نقطتين، إذا كان سلبي أعطيه 0. إذا كان الهدف يرجع لسبب لي أعطيه نقطتين، إذا كان يرجع للآخرين أعطيه نقطة واحدة. الآن نجي على خانة الأسهل. مو قلنا من الأعلى إلى الأسفل، الأسهل بعدين الأصعب. أسهل واحد تحطه مثلا تعطيه 5 نقاط، بعدين ثاني واحد تعطيه 4 نقاط، ثالث واحد تعطيه 3 نقاط، رابع واحد تعطيه نقطتين، خامس واحد تعطيه نقطة واحدة، اللي تحتها احذفهم. الأقوى الآن نفس الشيء، أقوى هدف عطى 5 نقاط، ثاني أقوى هدف عطى 4 نقاط، ثالث أقوى هدف عطى 3 نقاط، رابع أقوى هدف عطى نقطتين، خامس أقوى هدف عطى نقطة. بالتالي إحنا الآن عندنا كل شيء عنده رقم، صح؟ كل شيء عنده رقم. الآن أنت تشوف مثلاً على سبيل المثال عندي مشروع، أحد أهدافي، واحد من الصفة اللي عندي عندي مشروع. المشروع يتبع لأي قيمة؟ قيمة المال. مثلاً المال عندي رقم واحد، عندها 5، فأعطيها 5 نقاط. بعدين هل هي إيجابية ولا سلبية؟ لا إيجابية، عندي شعور جيد تجاه هذا، أنا أبغى أكسب المال عشان أشعر مثلا بالأمان. طيب نقطتين عشان الإيجابي. هل هي لي ولا للآخرين؟ لا لي، أبغى أكسب المال عشاني، أو أبغى أسوي هذا المشروع عشان نفسي، أعطي نفسي نقطتين. بعدين هل المشروع وين تقييمه في الأسهل؟ هو أعلى واحد في الأسهل، أعطي 5 نقاط. هل هو وين موجود في الأقوى؟ أعلى واحد في الأقوى، أعطي 5 نقاط. فبالتالي صار عندي المشروع عنده 5 نقاط من القيم، عنده 5 نقاط من الأسهل، عنده 5 نقاط من الأقوى، عنده نقطتين من الشعور الإيجابي، وعنده نقطتين من كونه لي. وبعدين أمشي على كل هدف وأشوف كم عنده من نقاط، أمشي على كل هدف وأشوف كم عنده من نقاط، أمشي على كل هدف وأشوف كم عنده من نقاط، وأجمعهم
واحد زائد واحد زائد اثنين زائد ثلاثة بهالطريقة بكل بساطة. في النهاية راح يطلع لي ترتيب. يفضل انك تحذف اي هدف بعد السادس، يفضل. في النهاية راح يطلع لي ترتيب. الثلاثة اهداف الاولى اللي عندها رقم عالي هي الاهداف الذهبية. الثلاثة اهداف الاولى اللي تطلع لي هي الاهداف الذهبية. اعتقد كان واضح بالنسبة لكم انه احنا بس بنحط نقاط لكل شيء وبعدين نجمعها مثل المعادلة ونشوف ايش اللي طلع عندنا. الان وش نبغى نسوي الان؟ الان نبغى نفتح المجال للاسئلة عن الاهداف. الاسئلة اللي حضروا القفزة او اللي طبقوا معانا وكانوا معانا طول الايام في الانستغرام لايف، اي احد يعني اشتغل معانا في الاهداف واستفاد، نفتح المجال للأسئلة عن الأهداف فقط. نفتح المجال للأسئلة عن الأهداف فقط. كل كلامك أحترمه، لكن أسهل شيء هو حسن الظن بالله. حبيبة قلبي، حبيبتي، أعرف أنه أنت خايفة على الله، وأعرف أنه أنت خايفة أنه أحد يلمس يعني صندوقك، بس إحنا أبدا يعني ما تطرقنا هذا الموضوع. وأدعوك إلى أنك تحسنين الظن بالله وتحافظين على معتقدك، أدعوك أنك أنت تحفظين معتقدك بداخلك ولا تشككين فيه ولا تسمحين لأحد يشكك فيه. ويعني مين هي سوية ناصر عشان تشكك في حسن الظن بالله؟ حبيبتي نفس عميق، نفس عميق. أنت يعني مؤمنة محسن الظن بالله، ما حد قاعد يلمس هذا الموضوع أبد. طيب، كيف الأهداف تتجلى وتحصل؟ الأهداف تتجلى كالتالي: نية، مشاعر عالية، زمكان، ذبذبات، تواجد في ذبذبات الهدف أو صنع ذبذبات، لأنك تقدر تتواجد وتقدر تصنع الخطوات. واحد اثنين ثلاثة، واحد اثنين ثلاثة، واحد اثنين ثلاثة. لا تنسى، لا تنسى خطوة واحد واثنين وثلاثة. لا تنسى في كل مرة يغرز الهدف قل وشي واحد واثنين وثلاثة، وشي واحد واثنين وثلاثة. أكلمكم أنا كشخص بدأت بكتابة أهدافي قبل سن العشرين، بدأت بكتابة أهدافي قبل سن العشرين، وكل سنة أعيدها. شيء يصير، شيء ما يصير، شيء يضبط، شيء ما يضبط. بس وين النقطة المهمة اللي أبغى أقولكم إياها؟ أن إذا ما ضبطت هالسنة تضبط السنة الجاية، إذا ما ضبطت هالشهر تضبط الشهر الجاي، إذا ما ضبطت أكون أنا تخلصت منها خلاص، ما عاد أبغاها، يكون احترق الموضوع. يعني واحد اثنين ثلاثة خطوات، خطوات القوة الطاقية اللي أنت تعتمدين عليها كل وقت في تحقيق الهدف. واحد اثنين ثلاثة. نرجع السؤال، الهدف يؤذيني أو يؤذي أحد؟ يعني يمكن لو أعرف التفاصيل ما أتخيل أنه في هدف يؤذي أحد. ما أتخيل أنك أنت تبغى هدف تسويه لنفسك أنه يؤذي أحد. إذا كنت تبغى تقتل أحد، تعذب أحد، لا، ما أؤمن بهذه الفكرة في تحقيق الأهداف. بس ما فهمت وش قصدك بإذا أحد. عبورة حبيبتي في لوس أنجلوس، حبيبة قلبي، استمتعي، استمتعي. رأس السنة في لوس أنجلوس جدا جميل. عرفتي ليش أحبها؟ ممكن بعد التنظيف تتغير أهدافي وقيمي جدا جدا. لذلك أنا أؤمن أنه أصلا جزء كبير من الناس هدفهم هو التنظيف قبل أي هدف آخر. هدفهم هو التنظيف، ليش؟ عشان كل الإزعاج الخارجي ينتهي، عشان كل الفوضى الداخلية تترتب، عشان المكتب اللي في راسك يتنظم، الكتب اللي محيوسة ومحفوزة، الفوضى المشاعرية كلها تترتب. أنا أؤمن تماما أن التنظيف هو خطوة رئيسية، بس بعض الناس ما تقتنع، فنقول ممكن سو أهدافك، يمكن يوم من الأيام تقتنع، أو يمكن هو نظيف ومستعد، يمكن يشتغل معانا قبل كذا. مثلا إذا أحد ظلمني أبيه يموت. قصدك هذا هو الإيذاء، أنه أنت تبغين ترسين نية موت لشخص. يعني مش بالضرورة هو يموت، يمكن يروح يعني الأعلى عليين، يعني يروح يعني لجنة عرضها السماوات والأرض. يعني مش بالضرورة يكون إيذاء،
بس شوفي هو اعترافك جيد صراحة يعني خلينا نشوفها من هالزاوية. اعترافك درجة من الواي، اعترافك جيد، اعترافك يعني خليني بقول لك شيء. مرة من المرات واحدة قالت لي أنا كنت زعلانة على واحد، هي تقول ودعت عليه ولحت في الدعاء وأرسلت النوايا إن هو يموت طريقة معينة، ومات بالطريقة المعينة. مات بالطريقة المعينة في اللحظة اللي مات فيها، هي يعني جاها شعور كذا، زي جاها زي هي الآن تعيش تأنيب ضمير. شوفوا أنا دائما أقول مشاعرك مهمة. الناس يعني دائما أفكر بالموضوع بطريقة أنانية، مشاعرك مهمة وغالية. إذا أنت بتحس بتأنيب ضمير، وش الفايدة أنك ترسل هذه النية؟ شو الفايدة؟ عشان تعلق 10 سنوات في شعور تأنيب الضمير؟ ما لها داعي. هدف التنظيف 2019، برافو، الله يقويك. لو تبغين احنا نساعدك، موجود عندنا 4 كورسات. لو تبغين تبحثين في مكان اخر، انوي لك التنظيف وانوي لك القوة والسلام والشعور الجيد والحصول على نسخة جديدة. كيف استمر بمواجهة الاعاقة؟ انا احيانا اتعب واتحول لانسانة سلبية. اذا التعب نفسي، تواجدي مع اشخاص عندهم القوة الايجابية. اذا التعب جسدي، يمكن كلامي يساعدك، يعني انا عندي مشكله في رجلي واعرف ان مرات اشعر بالم، اصل مرحله اشعر بالم. فبالتالي لابد ترتبين كل حياتك على الوضع اللي انت فيه. لابد ترتبين كل حياتك على الوضع اللي انت فيه، وتجعلين حياتك باسهل طريقه بالوضع اللي انت فيه. يعني اقصد لازم تحترمين جسدك. عند في مشكله، ضعيف، مريض، هذا الواقع. الان انت كيف تحترمين جسدك؟ ليه؟ لان اذا تالم راح ياذيك، راح ينتقل الموضوع للمشاعر، راح ينتقل الموضوع افكار، ينتقل الموضوع مشاعر، ينتقل للطاقه، الروح تتاذى بهذه التجربه الارضيه. بالتالي طوعي حياتك بطريقه سلسه بحيث انها تتناسب مع هذه الاعاقه. لا تحطين نفسك في مصف الاشخاص اللي ما عندهم مشكله. دائما انتبهي، وخليني اقول لك برضو هذه المعلومه يمكن تفيدك. بالنسبه لي انا، يعني انا اعلنت لكل شخص حولي انه صحتي مهمه، ولو تعارض اي شيء مع صحتي ما راح اسوي هذا الشيء، او يمكن الخبط هذا الشيء او اوقف هذا الشيء. كثير من الاشخاص يقولون لي ليش ما تسوين دورات لايف ومباشرة؟ بالنسبة لي تعتبر مرهقة، فبالتالي أفضل بالنسبة لي أني أقدم أونلاين. يمكن أرتبها مستقبلا بطريقة مختلفة غير الطريقة التقليدية، لأن الطريقة التقليدية ما تناسبني، ما تصلح لي. ومع ذلك هذا ما أثر على نجاحي ولا أثر على وصولي للناس أكثر، بالعكس هذا فتح لي بوابات لخيارات أخرى. الشيء اللي لازم تنتبهين لأنه أحيانا إحنا نحط أنفسنا بمصاف الناس العاديين، نخطي أو ننسى أو نتناسى. نشوفهم مثلا ممكن يمشون، ممكن يسوون أكتيفيتي إحنا يعني ما نقدر نسوي، نقوم نسوي زيهم أو كذا. عليك تشفين أنه أنت أخطأتي. فدائما أعطي نفسك التذكير أنه أنت ما عندك، صحيح أنك تشوفينها عند الناس، تجيك من طاقة الناس، بس لا تقارنين نفسك بينهم، لا تقارنين نفسك معهم ابدا ابدا لا تقارنين. وخليك مستعده انه انت شعورك جيد حتى لو ما حصلتي على الاشياء اللي يحصلون عليها الاشخاص اللي ما عندهم مشكله. يعني مثلا يمكن الاشخاص اللي ما عندهم مشكله يقدرون يسوون اشياء، يركبون ملاهي، يمشون مسافات طويله، يجلسون جلسات معينه احنا ما نقدر نسويها، او يكتبون، يمكن عندك مشكله في اليد او يسوون حركات في اليد احنا ما نقدر نسويها.
بالتالي لا تتألمين من هذه الزاوية. لا أتمنى إنه أنت تحضرين التنظيفات، ممكن كثير تساعدك، ممكن كثير تساعدك. الأزمة في الموضوع إنه كثير من الأشخاص اللي عندهم إعاقة عالقين في توقعات الآخرين، سواء اللي مش جيدة أو اللي جيدة أكثر من اللازم. يعني أشخاص أحيانا يتوقعون مني إني أنا أقدر أمشي مسافة طويلة، ما أقدر حتى لو معي عكاز وقدرت أمشي كم خطوة، ما أقدر أمشي مسافة طويلة. فيعطوني توقعات أكثر من المتوقع، فهذا أحيانا بشكل لا واعي سبب لي أوه أقدر، لا بأكتشف إني لا ما أقدر. أو أحيانا الناس تعطيك توقعات أقل، إنه تقول لك لا ما تقدر تتحرك، ما تقدر تمشي. فطوال الوقت أعرف إنه إحنا عالقين في هذا الشيء، فلازم أنت تذكرين نفسك إنه أنت اللي تحددين طاقتك، إنه أنت تحددين طاقتك عشان جسمك ما يتأذى، عشان لما يتأذى راح يأثر على الأفكار والمشاعر والطاقة والروح تتأذى. هذه ما لها دخل في أهداف، بس قلت أبغى أجاوبها. فلاور بسامح كل من ظلاني. برافو برافو، الله يقويك. موضوع الثقة بالنفس يعني مو وقته الآن، عندنا كورس أو جلسة عن الثقة بالنفس موجود في نافا اللي مهتم. أنا أشوف هدفي محقق كاليقين، أنا كذا ماشية صح. يا الشعور أحد الرسائل. في تأمل الأهداف في القفزة ما شفت وراء الأبواب الثلاثة أي شيء، وعدت التأمل ما شفت شيء بعد. يصير إنه عقلك اللاواعي ما أعطى أي ردة فعل، ما أعطى أي ردة فعل، ما أعطى أي توقع للنتيجة. تقدرين تعيدين إذا عدتي وما شفت شيء عادي. سكيب. هدفي الذهبي قد تسبب في أذية من يساعدني لأنه مريض. أعتقد سكيب. شخص مريض يحتاج طاقتنا، يحتاج دعمنا، ما أعتقد أنه مناسب أن إحنا نرهق المريض. وبعدين احتمال أنت تأخذين من طاقته، إذا يعني الطريقة الوحيدة للمريض أنه هو راح ينتقل لك الإيذاء بكل بساطة. سكيب لهذا الهدف. هدفي مشتت. اعمل الهدف الذهبي عشان يكون مركز. انوي الحصول على نسخة جديدة. برافو. كيف طريقة كتابة الهدف وصياغته؟ ما في طريقة، مش مهم. يمكن في بعض المدربين او اشخاص يشوفون ان في طريقة معينة، بالنسبة لي اشوف عادي، اهم شيء انه يكون واضح بالنسبة لك، يعني انت تقدر تفهمه. هل ممكن من الاهداف يكون التقرب من الله والجانب الديني ما يدخل بالاهداف؟ الا ممكن، ممكن. ايش الفرق بين الهدف والقيمة؟ روحي لليوتيوب اكتبي مصفوفة القيم سمية الناصر راح تلقينها. اهدافي واقعية ولكن تحتاج تخطيط وادارة قبل ان ابدأ. كلنا اهدافنا واقعية، يعني ما ادري في احد كتب انه يعني بتواصل مع مخلوقات فضائية ولا بيطير للمريخ ولا، احنا يعني ترى بسيطين، يعني ما عندنا، يعني اعتقد كذا، اعتقد ان احنا اهدافنا ان ننبسط، ننجح، نشعر بشعور جيد، نتزوج، يكون عندنا اطفال، يكون عندنا فلوس، كلها اهداف واقعيه. ما عندنا شيء، يعني ما ادري عاد انت تتكلمي عن ايش يعني واقعي اكثر من كذا. ما ادري وش الاهداف الواقعيه تتكلم عنها. تحتاج تخطيط واداره قبل ان ابدا. يمكن تحتاج استعداد، وانا اؤمن بالاستعداد، اؤمن انه سر الناجحين هو الاستعداد. سر الناجحين التحضير، 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 الاستعداد، 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 الاستعداد. طوال الوقت الناجح على أهبة الاستعداد، في لحظة يقطف الهدف. أنا قبل القفزة طلع معي 5 أهداف، وبعد القفزة ما طلع معي إلا هدف واحد، وما قدرت أحسب عشان الهدف الذهبي. إيش الحل؟ إيش الحل؟ ارجعي اسمعي مرة ثانية الهدف الذهبي، وحاولي تحسبين الموضوع، لأن مهم بالنسبة لك. معناها عندنا كثير من الفلاتر، معناها ما قدرتي توصلين للهدف. إيش الفرق بين الهدف والأمنية؟ الأمنية إنه كأنك تقول أتمنى أحصل هذا، بس أنا مو مستحق. الأمنية يعني زي ما نقول تحس إنه شيء كبير عليك، أنت مو مستحق له. لكن الهدف تعني إنه أنت مستحق. الهدف على فكرة دائما الأشخاص اللي ينوون عندهم استحقاق، الأشخاص اللي ما ينوون استحقاقهم أقل تلقائيا. هم ما ينوون لأنهم يشوفونهم ما يقدرون، ما رح يوصلون، ما رح يحققون هذا الشيء، فبالتالي استحقاقهم أقل.
إذا العائلة غير موجودة من ضمن القيم، هل يعتبر هذا معيار شيء سلبي أو شيء يمكن حدوث طبيعي؟ لا، عادي جدا، عادي جدا. في ناس ما عندهم في قائمة القيم مثلا المال، في ناس ما عندهم في قائمة القيم الصحة، في ناس ما عندهم السلام، في ناس ما عندهم الحرية، في ناس ما عندهم الأسرة، في ناس ما عندهم الحب. يختلفون الناس شلون احنا يعني عشنا طفولتنا وشلون مرينا بفلاترنا وشي صناديقنا، يختلفون. فاللي يطلع معاك امشي معاه، لا تتوتر، لا تحاول انك تغصب نفسك على قيمة او تلزم نفسك بقيمة. وعلى فكرة اقول لكم، القيم تتغير طوال الوقت، الاهداف تتغير طوال الوقت. اللي سوى تنظيف معاي يعرف انه على طول هو صار نسخة ثانية، وبالتالي صار قيم اخرى. في يوم من الايام كان عندي قيمة الحرية، كانت الحرية عندي، تصدقون انا نسيت الحرية، يمكن كانت، ما اعتقد انها قيمة حاكمة، يمكن كانت القيمة رقم 2. الان الحرية مش موجودة في قائمتي، فبالتالي انت طوال الوقت لما تحصل على شيء راح تفقده من القائمة عندك. هل الانسان يتسبب بموت احد كاهمالي او اذيتي بكلام سلبي خاصة لكبير بالسن؟ مو بس الكبير بالسن، مو بس، يعني انا اعتبر الاشخاص اللي عندهم لسان قاسي اعتبرهم قتلة. اللي يمشي في الكومنتات ويكتب ويأذي الناس ويكتب لهم كلام مثل السم قاسي، اللي في المجتمع تقعدين مكان يتكلم عليك، يتكلم على يمكن لبسك، على شكلك، على هذه كلها قسوة. ودايم اقول تخيل انه هذا الانسان انتحر بسبب تعليقك، تخيل ايش هالأذى، ايش هالأذى، ايش هالسلاطة، ايش هالشي شيطنة. يعني لسانهم يعني قاسي. وانا يعني او هذه خليوها بكرة على سناب شات، بقول لكم بعض الاشياء تعلمتها من الحياة. اي ممكن انسان يموت عشان كلمة قاسية، ممكن. انا افكر بالانتحار بسبب الانفصال، ساعديني. جلسة الطلاق، إذا كنتي في نافا نزلت، موجودة الآن في بوكس الهدايا. إذا ما كنتي موجودة في نافا أعتقد أنها راح تنزل خلال أيام. ينفع أحط هدف الحمل وأنا مش متزوجة؟ ما أدري أنت وش مجتمعك، يعني وش الفلتر حقك، شو الصندوق اللي أنت فيه. إذا يمشي في صندوقك يمشي، إذا ما يمشي ما يمشي. هل أخلي هدف المال من ضمن الوظيفة أو أكتب هدف المال الحالة والوظيفة الحالها؟ المفترض يكون المال أو الثراء في القيم، والوظيفة في الأهداف، يعني هي وظيفة والمشروع. يعني عندك مثلا في قائمة القيم المال أو الثراء، طب شلون تحطين هدف؟ عادي لو ما طلع لك شيء في التأمل مو مشكلة. إذا هدف يشمل أكثر من قيمة عطى القيمة الأعلى، يعني مثلا خلنا نقول عندي السفر تشمل قيمة الحرية، وعندي الحرية موجودة في القائمة، وتشمل قيمة مثلا السعادة. طيب وين أعلى واحدة عندي، الحرية ولا السعادة؟ الحرية أعلى، خلاص أعطي الحرية، أخلي السفر تابع للحرية. لما أختار هدف في القفزة أختار هدف صح عادي أخذ أكثر من 3؟ إي عادي، الأشخاص يختلفون في قدرتهم في طاقتهم على الأهداف، لكن الفكرة اللي أنا أبغى أركز عليها أنه ليش احنا نتشتت بمليون هدف؟ ليش؟ خلونا نركز على الهدف القوي اللي يفتح لنا البوابات، الهدف الذهبي. متى اطلق النية، قبل الحفلة ولا بالحفلة؟ كيفك، زي ما انت حابة، زي ما انت تبغين. انا سويت لكم التأمل عشان انتم تسوونه، اقترحت انه يكون في رأس السنة اللي هو بكرة. تبغون تسوونه وقت ما انتم تحتفلون، تبغون تسوونه وقت ما انتم تشوفون الفايروكس، تبغون تسوونه قبل بعد، زي ما تحبون. هل ممكن حذف قيمة العائلة من مصفوفة القيم حتى يكون تقييم منطقي؟ يا جماعة شو القصة، حس الجيل كذا يبغى يطرد العائلة برا. لا تشيلين شيء عشان يكون الموضوع منطقي، لا تشيلين شيء، اتبعي شعورك، لا تقاومين هدف، لا تقاومين قيمة. قيمة موجودة أهلا وسهلا، قيمة مش موجودة مع السلامة، لا تقاومين انه تشيلينها ولا انك تحطينها. ان اجد اي مشروع هل يعتبر هدف معتبر ب 2019؟ ايه، اني انا اسوي مشروع هدف معتبر. بس الآن الخطوة الثانية اللي أنا أقترحها أنه تكتشفين أو تكتشف جوجو، تكتشفين الاحتمال الأفضل، هذا اللي أقترحه، موجود عندي في كارما الثراء، أو ممكن تبحثين عنه في أي مكان آخر، أنه أنت تكتشفين الطريقة الأقصر للثراء. لو الأهداف أكثر من 5 نحط نقاط بعددها، ممكن
وان كنت اقترح انه تختصري الموضوع لانه في الغالب ما راح تطلع هذه المتاخره. تقول طلع لي هدف كنت اتجنبه طوال الوقت وطلع هو الهدف الذهبي وهو اللي يفتح لي الابواب. تحدي جميل، برافو برافو. هذا هو المقصود من القفزه، انه احنا نوصل لهذه النقطه اللي اغلب الناس ما يوصلون لها. ممكن تاجيل جميع الاهداف لبعد التنظيف، ممكن ممكن، بس انتبه او انتبهي انه تستمرين برا البلورة وتستمرين في المراقبة. متى نكتب الأمانة؟ ليلة رأس السنة أو يوم رأس السنة؟ احنا كتبنا وخلصنا، حصلنا شهر نكتب الأهداف. ها هبوش هبوش، الورقة موجودة مجانا على ستوري الانستغرام، عبيها اكتبيها. ما عرفتي ارجعي للفيديوهات اللي موجودة في اليوتيوب للأهداف. أول 2 من أهدافي متساويين بالنقاط. Good. خيارات. اختاري. هدف الثراء نفس هدف الوظيفة. الثراء أو المال قيمة. الوظيفة هدف. فبالتالي تحطين أو تحط الثراء كقيمة، الوظيفة هو الهدف. أشعر بالفرح عند التفكير بتحقيق هدفي. برافو. طيب، عشان الوقت الآن خلونا نقول أهدافنا لبعض. خلنا نقول أهدافنا لبعض. يلا، من يبغى يقول أهداف؟ من يبغى يقول أهداف؟ من يبغى يقول أهداف؟ أبغى أقول لكم أهدافي ولا مو مهم؟ مو مهم؟ أبغى أقول لكم، أبغى أشارك بعض أهدافي، تسمحون لي؟ أعطوني إيش أهدافكم؟ أهداف، خلنا نقرأ أهداف. تغيير التخصص، المعرفة والصحة، هذه قيم نبغى أهداف. طيب بقولها بس أنتم قولوا، أنتم أول. بقول لكم بعض الأهداف. تنظيف، برافو. مشروع، ممتاز. هدفي أنزل وزني، برافو. راح أسوي جلسة لتخفيف الوزن مجانا لنافا، وما راح تكون برا نافا لأن تقريبا صعب تنباع. اخلص الماجستير، انتقل لوظيفة جيدة وزواج، برافو. اسافر لالمانيا، واو استمتعي، المانيا تجنن. امتلاك بيت جميل، برافو. افتتاح استوديو للتدريب، لا تنسيني. التزام بالرياضة واكل صحي، الله الله الله. انجح بامتحان معادلة شهادة الصيدلة، يا سلام. اكمال المشروع، برافو. وظيفة وزواج، جود. تخلص من ترسبات الطفولة، السفر، الزواج، الأكل الصحي، يا سلام. امتلاك بيت، أكون مستشارة تصميم داخلي، واو ممتاز. أبدأ مشروع، أكمل ماجستير. نجاح عمليتي المحددة في 13 يناير وجوع حاسة الشم. حبيبتي حبيبتي حبيبتي، الله يقويك، بإذن الله راح ترجع لك بإذن الله. بطبخ أهدافي بعدين بقول لكم السنة الجاية. كنت استعداد جيد، استعداد جيد. قصة حب، وفاء، قصة حب تقول لكم. هدفي زواج ثاني ينسيني زواجي الأول. حبيبة قلبي كذا، يعني ما نبغى المشاعر السلبية. خلص رسالة الدكتوراه، واو مبروك مقدما. التغيير من الداخل، ممتاز. أقرأ كتب أكثر، برافو. هدفي أجتمع مع زوجي بلدة، ممتاز. الشهرة في مجال التسويق، الله الله الله. جوليا القدرة على المشي، حبيبتي حبيبتي بتسوينها بإذن الله، الله يقويك. أنقل المدرسة الثالثة بإذن الله. هدفي أدخل البلورة بعد ما طلعت منها 3 سنين، يا حبيبتي برافو برافو برافو. تنظيف وتغيير من الداخل، زواجي من رجل ثري. مين هذه البنت؟ اوكي ندعمك
ما عندنا مشكلة. تحسين علاقتي بزوجي والتنظيف، برافو. أسوي عملية المرة الثانية حبيبتي، الله يقويك. أتوظف بنفس المكان اللي أشتغل فيه، ممتاز. العيش هنا والآن، ممتاز. أتعلم تصاميم الفوتوشوب، عندنا كثير أشياء تعلمها، فيها تعلم. طيب أسافر لكل العالم، يمديك؟ إذا يمديك الله يقويك. طب خلوني أقول لكم أهدافي، ها؟ بقول لكم واحد من أهدافي. طبعا هذا الهدف كان في 2018، وقطعت الهدف في نص الطريق وتراجعت. تراجعت بسبب الخوف من الفشل. أقول لكم لأنه أبغاكم كلكم تعرفون أنه كلنا أحيانا في لحظات نخاف ونحتاج نراجع أنفسنا، ولازم نتأكد من الهدف، لازم نتأكد أنه إحنا مستعدين وجاهزين. كان الهدف موجود بقوة في بداية السنة، بعدين ضعف نص السنة، بعدين رجع بقوة، وبعدين اشتغلت عليه، فبإذن الله راح يتجلى. إن شاء الله راح يكون عندي براند جديد، براند بعيد عن مجالي تماما. بس هذه من الأشياء اللي أنا أعتقد أني أحس أنها كذا، أني أنا عندي دور أني أسويها، مستمتعة أني أسويها، أرغب في أني أسويها. مجال جديد علي، مجال كبير في شركات ضخمة، بس أنا قوية وجاهزة. يا حبايبي شكرا لكل اللي يبغى يدعم واللي يقول لي برافو، شكرا شكرا. راح يكون مجال صحي، براند في مجال صحي. انا سبق اني قلت لكم كثير اني انا احب البدايات الصغيرة، براند صحي، براند في المجال الصحي، براند في المجال الصحي. انا احب البدايات، الخطوات الصغيرة، فراح تكون لا مو مكياج. براند صحي، صحي في المجال الصحي. راح تكون كذا عندي خطوة صغيرة صغيرة، بعدين صغيرة، بعدين صغيرة، بعدين صغيرة، لما أصل للنقطة اللي أبغاها، بس بوصل بإذن الله. هذا هو أحد أقوى أهداف 2019، واللي كانت في 2018 ووقفتها وبعدين سأنفتها مرة ثانية، فهي تلوح في الأفق يعني. شكرا 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 جزيلا. الهدف الثاني عندي، عندي برضو كتاب حدثني فقال 2، بإذن الله راح أشتغل عليه، وفي ذهني حتى الآن أنه راح أقدم الكتاب بطريقة مختلفة، مش الطريقة الورقية، لأني أعتقد أنه كثير ناس ما قدرنا نوصلهم بالطريقة الورقية، فراح أجرب طريقة جديدة. وهدف الثالث عندي أنه عندي نافا، راح أشتغل على تطوير نافا، راح أشتغل على نافا إضافة جلسات جديدة، تطوير جديد، عمق جديد. كثير سعيدة أنه إحنا أسسنا نافا هذه السنة، وأنه راح يكون عندي جروب أقدر أعطيهم أعمق، أقدر أعطيهم أشياء أعمق بشعور جيد، أقدر أعطي أشياء أعمق بشعور جيد. هذه هي أهم الأهداف اللي عندي. شكرا 2018، شكرا 2018، شكرا لكل التجارب الفاشلة والتجارب الناجحة، شكرا لكل شعور إيجابي قدر يوصلنا للمكان اللي احنا فيه، وشكرا لكل شعور سلبي قدر يعلمنا، شكرا لكل رسالة فهمناها أو ما فهمناها. شكرا لكم أنكم كنتم جزء من واقعي في 2018، شكرا لوجودكم، شكرا لكونكم جزء من تحقيق قفزة 2019، شكرا لكل مشاعركم الطيبة، شكرا لقلوبكم، شكرا لشعوركم، شكرا لكل هالأهداف اللي حطيتوها، لكل هالطاقة اللي حطيتوها عشان إنجاح حياتكم، عشان نصل بشكل بطاقة متجمعة لما نريد أن نصل له.